سمعت قصة الست اللي طبقت كلام ياسمين عز على جوزها وكان هيقتلها؟ سمعتش؟ تعالى. ما يرضي الله، انا عايزه حقي وحقي. لي انا مضروبه ومن هنا، انت شايفين منظري وشايفين ده وشايفين ده وشايفين ده. انا كنت بقلعه الجزمه بعمله بيرد الله زي الفرعون المصري، اعمل ايه اكتر من كده؟ يرضي من ده، يرضي من الظلم ده. كنت بقلعه الجزمه وقابله من على باب الشقه واقول له الحمد لله على السلامه يا حبيبي، وابوسه واحط له الاكل واخش وراه بغير هدومه واحط له هدومه في الحمام واشغله السخان، اعمل اكتر من كده ايه؟ ايه اللي انا ظلمته فيه؟ انا عايزه حقي. اول امبارح الساعه 6 الصبح قمت على صريخ عيالي، شالهم من على السرير نزل ضرب فيهم هبدهم في الارض وبهدلهم، قمت سويت فبقول له في ايه؟ في ايه؟ قال لي هتسكتي ولا تنضرب انتي؟ والفاظ بيقولها لعيالي خارجه والفاظ مش كويسه مش محترمه. بتحسسونا انه انتوا معاكوا في البيت ازواج كشرين وصعبين وقاسيين، الرجل المصري مفيش احن منه، ده انت عندك جنسيات تانية بتتبارى وتتنافس عشان تيجي تتجوز المصري اللي عندك في بلدك. اكاد اجزم ان الرجل المصري احن الرجال على وجه الارض، فطبيعي ان الرجل المصري يكون حنين في البيت، بيحنن وبيطبطب، ولو زوجته لا قدر الله توفى حد من اهلها بيعمل كل حاجه وبيعمل اكتر من اللي شفتوه ده 100 مره. ها ايه رايك يا استاذه ياسمين؟ دي واحده ست مشيت على نصايحك مع الفرعون الكبير الصغير الفظيع المريع. يا ريت بلاش تنفخي في الفرعون عشان بيفرقعها في وش ستاتهم.